انا حاسه كده ان السجاده ابتدت تتسحب من تحتيه وتتفرش تحت الديدي. قلبي واكلني، بس عادي، بنتي واحب لها الخير تستلم الرايه من بعد. النهارده يا حلوين فيديو انبوكسنج جديد لحاجات جبتها لديدي من براند كوزي كاب. انتوا عارفين ان براند كوزي كاب هي دلوقتي اشهر براند موجوده على ابلكيشن شي ان للاطفال. عندهم لبس خطير كيوت، الكواليتي بتاعته تجنن، والصراحه اما ديدي بتلبسه مفيش حد ما بيديهاش كومنت على اللبس بتاعها، وسبيشال في الحضانه. اوعوا تفتكروني كده بوديها الحضانه كده عاديه، هديكم نبذه مختصره عن شياكه ديدي وهي نازله الحضانه. ديدي والفضل لله هي فاشونيستا الحضانه يا جماعه، مش بقول لكم هتاخد الرايه من بعد ماما، السجاده بتتسحب اهو، انا شايفاها اهو. يلا فيديو النهارده صندوق مشتريات لبس الفاشونيستا ديدي. يا رب بس ديدي تدينا فرصه ان احنا نقيسها. طبعا اكيد مش هقيس لها الهدوم كلها، بس هقيس لها حجم كبير منهم عشان تشوفوا الفات بتاعه الهدوم على الديدي. وبس كده يا حلوين، يلا بينا على طول نبتدي. ما تنسوش قبل ما نبتدي فيديو تعملوا لايك للفيديو، تشتركوا في القناه والقناه الثانيه بتاعه الفلوجز، وكمان تعملوا لي فولو على انستجرام، والاكواد بتاعه كل القطع هتلاقوها تحت الصور على الشاشه طول الفيديو، واكيد في كود خصم هتلاقوه برده موجود على الشاشه. خش يا ابني عليا بصندوق الانبوكسنج للفنانه. اوكي هنحطه تحت هنا ونفتح حاجه حاجه مع بعض. اللي فاكر كوزي كاب بس عشان اللبس يبقى غلطان، عندهم حاجات تانيه كيوت خالص غير اللبس. خدت لها الطبق ده عشان مقسم، واحلى حاجه فيه ان هو السيليكون بيخش غساله الاطباق عادي ما بيجرالوش اي حاجه، والجزء اللي تحت ده بيلزق على الترابيزه بتاعتها. حقيقي الطبق انا اتمنى اكل فيه، يعني انا كدعاء اتمنى اكل فيه من حلاوته انه متقسم. يعني مثلا هتحط لها مكرونه، وهتحط لها خضار، وهتحط لها مثلا عيش، اي حاجه، فالطبق بيكون متقسم. بس الغلطه هنا ان ديدي مش زي بقيه الاطفال. اه حقيقي ديدي مش زي بقيه الاطفال، حست انه لا 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 انا كبرت على اللي انت عاملاه ده، انا عايزه اكل من طبقكم، يعني ده انا كبرت عليه. فحقيقي لو عندكم اطفال اقل من سنه فالطبق ده هيبقى لطيف جدا معاهم من بعد السنه وما كبروا، خلاص ما تتعبوش نفسهم. اللي بعده، ديدي عندها حب مش طبيعي لاي حاجه بتتحط في الرجل، ان كان شرابات ولا جزم ولا شباشب اي حاجه. جبت لها الكيروكس ده، شكله خطير يا جماعه، يا رب تكونوا شايفينه، بجد حلو قوي، عليه من هنا حاجات بحر كده. جبته مقاسه كبير شويه عشان يكمل معاها للصيف. مقاس ديدي 22، بس انا على طول بجيب 23، بجيب مقاس اكبر شويه. خدت لها الساك دي، شكلها حلو قوي وعليها جوت، وهي تريكو، بس التريكو الناعم مش الخشن. وبيجي معاها البانس ده، والحاجات دي انا بحبها قوي لان ما بتحتاجش ان انا البس ديدي طبقات، لان هي بتتخنق اما بلبسها بنطلون تحت البنطلون وبتعب كم تحت البتاع البكم اللي هي بتلبسها. فبالنسبه لي دول حلوين قوي، بيدفوا من غير ما تلبس طبقات. الطلبيه دي انا طلبت المقاسات كلها 18 24 20. المره اللي فاتت كنت جايباهم 12 18 فابتدت تكبر على حبه منهم، فالمره دي جبت 18 24. نيجي للكيوت ده عشان انتوا هتشوفوا حاجه عسليه دلوقتي. عارفين الفوطه اللي بنلبسها واحنا خارجين من الحمام وبتتلبس كده هنا وبيبقى فيها لزق؟ في منها للاطفال. جبت دي للديدي، شكلها كيوت يا جماعه، اكسايتد قوي. شوف شكلها وهي لابساها، بيجي فيها هنا زي زرار بتفتحيه كده بعروه وسكوتش، وده شكلها، وفيها استك عشان لو البنوته كبرت يفضل يجي على مقاسها. بس كيوت يا جماعه، مش متخيله دي وهي خارجه من الحمام يبقى شكلها عامل ازاي. بيجي معاه كيبل شعر ده اللي كلنا عندنا منه، اللي هو الفايبر، اللي بصراحه بحبه جدا لان هو بينشف الشعر، يعني بحط شعر فيه وهو مبلول وبشيله بيكون اولموست خلاص نشف. عاملين لهم برده واحده منهم، دي ما عندهاش شعر كبير بس هتبقى كيوت، المنظر كله هيبقى كيوت الصراحه. خدت لها السات دي، هي عباره عن بتاع كده بيجامه تحتانيه قطن، او في الصيف بقى اما الشتا يخلص ويبقى في اواخر الشتاء والجو ابتدي حلو تتلبس لوحدها. دي سات كده بنطلون وتوب كده عليها من فوق، وهي كليا قطن وشكلها حلو قوي، والكم بتاعها شايفين البكاش كده، بحب الطريقه دي قوي. برحله البحث عن حب دياله، بتحب اي حاجه تتلبس في الرجل يا جماعه، فجبت لها كمان ده زي كيروكس كده، استنى عشان الاثنين مربوطين في بعض. ده كيروكس كده عليه دبدوب بارز وشكله كيوت، بتهيألي هتتهبل عليه ده. اوكي، وبرده في من تحت اللي هو مانع تزحلق، وشكله كيوت جدا ومنفخ كده، هيبقى عسول في رجليها ويتلبس على شراب، يتلبس في الصيف، حاساه هيبقى حلو قوي عليها. زي ما قلت لكم بحب الحاجات اللي تبقى ثقيله، ما احتاجش ان انا البسها طبقات. خدت لها السات دي، هي عباره عن بنطلون كده بس تحسوه بنطلون الخروف، عارفين بنطلون خروف، والله تحسوا انها فروه خروف. بصوا شكلها، يا رب تكونوا شايفينها،
الخامه دي بتدفي جدا بطريقه مش طبيعيه، لان انا واخده لها زيها برضو المره اللي فاتت، معاها الشيرت بتاعها برضو من نفس الماتيريال، والكم بتاعه ماسك من هنا. انا بحب الكم ده قوي عشان ما يطلعش كده بره وتبقى مرهرطه، مش عارفه اسمها ايه، بس ما تبقاش عامله الكم كده، وبيجي معاه بير كده صغنون هنا قاعد على هدومها من فوق. بصراحه شكلها كيوت، وبيتهيألي دي هتبقى مسخره عليها. السلوبيتات في الشتاء من اكتر الحاجات المريحه على كوكب الارض والكواكب المجاوره. ده شكلها كده، دي سات كده او سلوبيتا طويله وكمان بسوسته، وده احلى حاجه موضوع السوسته ده. ومن جوه يا جماعه متبطنه، بصوا بصوا، خليني اوريكم من جوه فيها تبطينه، فانت مش هتحتاجي ان انت تلبسي طبقه كبيره، يعني طبقه من تحت، لا هي خلاص ممكن تلبسيها كات وتلبسيها دي عليها، هتدفيها وزي الفل. ايه برضو عند كوزي كاب الفرشه والمشط دول، خليني اوريكم شكلهم. بس هي فرشه اتطبقت طبعا من الشحن، هي عندها حاجه شبه كده، بس قلت اجيب لها غيرهم باك اب، لان هي دايما بتضيع لي الفرش والمشاط. ده شكل المشط كده عسول. انا عندي مشط تاني زي ده، بس اللي هو الحته دي بس، المشاط اللي هي بتبقى لغايه هنا بس، ما فيهوش ايد، فده عجبني انه في ايد، فهيسهل عليا ان انا اسرح لها. وبيجي كمان معاه الفرشه دي، صراحه شكلها كيوت قوي، بس هي اتطبقت شويه من الشحن، بس هنقعد نعمل الشعر كده لغايه ما يفرد ويبقى تمام. مش بقول لكم بحب السالوبيتات؟ بصوا السالوبيت دي برضو، بس دي هنحتاج ان احنا نلبس تحتيها حاجه بكم، هي مش تقيله، هي خفيفه شويه، شتوي بس خفيفه شويه. ده شكلها كده، وبرده واخده منها مقاس 18 24. جبت لها فستان رأس السنة، لاني قلت مابي 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 نخرج ليلة رأس السنة، فليلة ما نخرج يكون لابسة حاجة كده لونها احمر، فجبت لها الدرس ده عسول، شكله حلو قوي، حاساه على كلون هيبقى يجنن. فده شكله خطير يا جماعة، خطير. وهو الخيمة بتاعته تريكو، ده شكلها كده يا رب تكون باينه لكم، والاحمر قوي يعني قوي جدا، شكله الصراحه خطير. خدت لها برده السات دي، دي خفيفه بتتلبس برده من تحت الهدوم، وعليها قطط كده نايمه وقاعده والكلام ده كله، خليني كده اقرب لكم. بس هي قطن يعني، هي كلها قطن، لان يا جماعه هم عندهم فرايتي في اللبس، لان مش كل الناس عندهم شتاء، يعني مش كل الناس عندهم سقع قوي، ومش كل الناس عندهم صيف قوي، فهم حاطين لكم كاتيجري في اللبس، يعني لبس قطن، لبس تقيل شويه، اللبس المبطن. بيجي معاها الشيرت ده كده برضو، شكله كيوت جدا، فهم السات كده ممكن تتلبس تحت الهدوم، واما الجو يبقى احسن شويه يعني على الربيع تبقى حلوه قوي. قلت لها السات دي برضو، دي لونها لافندر كده، عجبني اللون موت، لقيت ما عندهاش اللون ده اصلا، فقلت خليني اجربه عليها، شكله حلو قوي، وبرده زي فروه كده، فهتلاقوها بتدفي جدا تمام. وجاي معاها التيشيرت ده، هو بيسك قوي مش عليه اي حاجه، بس هتبقى سات حلو قوي للخروج حتى او البيت. خدت السات دي، دي عباره عن بنطلون كده، وهنا عليه بير كده بارز، ليه بتاع من تحت كده كانها لابسه يعني حاجه من تحتيه، وعليه بير صغنون هنا كده، كيوت كيوت. السات دي خطيره، وفكره البيج اللي هنا هيكسر شويه مع البنطلون، مش هنحس ان هما حته واحده. والبارت القمر اللي في الموضوع بقى، ان جاي معاه الطاقيه السكر دي يا جماعه، عسوله عسوله، حاساها تبقى كيوت قوي فيها، وعليها برده نفس البير هنا. قلت لها برده السات دي وحسيتها كيوت، بس هي اكشلي للبيت، يعني حاسه بشكلها كده ما ينفعش تروح بيها النيرسري، عارفين كده، هي زي تريكو، وفي زي اخرام على شكل قلوب كده، يا رب تكونوا شايفينها، شكلها عسول جدا. وجاي معاها زي راب شيرت كده، شايفين، انا مش عارفه الصراحه هو هيليق اكتر خروج ولا بيت، هو بيتقفل من ناحيه كده زي الروب بكباسين، ومن الناحيه التانية هنا كده برباط، حساه عسول قوي. واحلى حاجه ان هما ما بيعملوا كباسين للاطفال، مش بيعملوها متل، بيعملوها بلاستيك عشان ما تبوظ الماتيريال بتاعه الهدوم. بس فعليا دي شكلها كيوت، هحط لكم اكيد صورتها على الويب سايت زي القمر يعني، والماتيريال بتاعتها كمان حلوه قوي. نيجي للحاجه اللي بتحتاجها كل ام عندها بنوته، هتقولي لي ايه هي يا دعاء؟ هي الكولون يا جماعه، وهي البنات ايه غير كولون؟ يعني البنات ايه غير كولون؟ ده جبت لها السات دي، هي عباره عن 3 كولون، واحد لونه ابيض وفعليا ملمسه حلو جدا، وواحد لونه بني، هما 3 مع بعض، وواحد لونه اسود، وحقيقي الاسود ده اكسايتد قوي ان انا لابسه لها على الفستان الاحمر، حاساها يبقى قمر قوي. جبت لها برده السات دي، هي عباره كده عن سويت شيرت، اوكي ده شكله كده، وعليه زي كريز، بس الكريز لونه كده على اورنج، اوكي، ومعاه بنطلون
بس البنطلون بتاعه خفيف شويه، لازم يتلبس تحتيه بنطلون تاني. فاكرين اول سات انا وريتها لكم؟ دي بقى من نفس الماتيريال بتاعتها، هي برده زي بلوفر بس هو تريكو، بس لا مش تريكو، عارفين البوكلتس اللي هي التريكو، بس التريكو ناعم، هي نفس الماتيريال كده. ده شكله كده، خليني اقرب لكم عشان تشوفوا الماتيريال بتاعته. اوكي، وبيجي معاه البنطلون ده اللي عليه سنو فليك كده، والبنطلون برضو من نفس الماتيريال. اوكي، وبيجي معاه الطاقية دي، الطقم ده حاساه يبقى حلو قوي ولاد وبنات، عسول قوي، وليه قرنين كده من هنا عشان تبقى شبه البير. قلت لها كمان جاكيت عشان لو الجو ساقع قوي يبقى عندها جاكيت فوق الهدوم، وهي كده كده ما بتروح النيرسري بتخش كلاس مقفول، فطول ما هم ما بيلعبوش في الجاردن بيبقوا ملبسينهم الهدوم اللي من تحت، لكن لما بيطلعوا بره في الجاردن في الهواء بيلبسوهم الجاكيت. فخدت لها الجاكيت ده، حقيقي تقيل يا جماعه، الجاكيت فعليا وزنه تقيل، ومن جوه كان نفسي يكون مبطن بس هو ووتر بروف، وعليه دبدوب كده من هنا، شكله كيوت قوي، عجباني قوي فكره الهدوم المتعلق فيها دباديب دي. وجاي معاه بقى الشنطه العسل دي، كيوت قوي يا جماعه، من نفس الماتيريال بتاعه الجاكيت. اخر قطعه من مشتريات دي من عند كوزي كاب، ودول عبارة عن الهدوم اللي بتتلبس اللي هي من تحت الهدوم او الدفايات، هما مش دفايات هما قطن بس بيتلبسوا من تحت الهدوم. بيجي عبارة عن بنطلون كده، هما اتنين يعني اتنين بيجاما، بنطلون كده عليه افيال وملون، وبيجي معاه التي شيرت بتاعه كده، والتانية سادة لونها بينك، وبيجي معاها التيشيرت بتاعها كده. تقدري بقى انت تعملي ميكس، يعني ممكن تعملي البنطلون ده مع التيشيرت ده، او تعملي البنطلون ده مع التيشيرت ده، يعني تقدري تميكسي او تخليهم شبه بعض. وبس كده يا حلوين، دي الحاجات اللي انا جبتها لديدي من براند كوزي كاب، وفعليا دي احلى براند جوه ابلكيشن شي ان، بتبيع لبس للاطفال، الماتيريال بتاعه اللبس كلها بتحاكي جسم الاطفال، يعني عمرهم ما يتحسسوا، عمرها ما تضايقهم، لان هم مهتمين ان هي تكون 100% مناسبه لجسم الاطفال. هتلاقوا عندهم كاتيجوري كبير جدا للبس الولاد ولبس البنات، مش بس لبس البنات. وبس كده يا حلوين، ما تنسوش قبل ما تمشوا ان تعملوا لايك للفيديو، تشتركوا في القناه والقناه الثانيه بتاعت الفلوجز، وكمان تعملوا لي فولو على انستجرام، واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله.